رالف لورين، الراجل الكبير اللي عدى 80 سنة، هو أيقونة أناقة متكاملة. كتب تاريخه سنة 1967، وحتى النهاردة بداية من ربطة عنقه المميزة اللي فتحت الطريق قدامه، وحتى التيشيرتات البولو وجهة نظره الخاصة في التصميم للناس، حتى بدلة تنصيب بايدن ذات التصميم الرصين. هنقدم لكم النهاردة أناقة رالف لورين عبر السنين. رالف لورين الثمانيني الأنيق، صاحب الإبداعات في الأزياء والبيوت، الرجل الكبير شديد الأناقة، هو مصمم الأزياء الأمريكي الأبرز الذي تعد أهم إنجازاته خط الملابس الرياضية بولو آر، العلامة الأبرز ضمن الإمبراطورية العملاقة التي أسسها لنفسه في عالم الأزياء وغيره من مجالات أخرى. خلال فترة مراهقته كان من أكثر الطلاب أناقة في مدرسته، حيث كان يصرف كامل مدخراته لشراء البدلات الفخمة. عمل لورين قبل أن يطلق علامته التجارية الخاصة به بولو، واليوم بولو تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، وما هي إلا علامة واحدة ضمن إمبراطورية لورين التي تبيع العديد من المنتجات إلى جانب الملابس الفاخرة. قدم لورين العديد من المساهمات في مجال العمل الخيري، فهو صاحب مركز رالف لورين للوقاية من السرطان ورعاية المصابين به، وقد وجد إلهاماً له في إطلالات العديد من النجوم أمثال فريد أستاير وكاري جرانت، كما أحب بشكل خاص كل من الأزياء القديمة والأزياء الفاخرة ذات التصاميم والمظهر الكلاسيكي. في عام 1967 وخلال عمله لصالح بو بروميل، ابتكر لورين تصميمه الخاص لربطات عنق للرجال. تميزت ربطات العنق تلك بقصتها العريضة وألوانها المختلفة، كما خاط عليه علامة رالف لورين. طرح لورين تصاميمه على مدير سلسلة المتاجر الشهيرة بلومينغديلز، وبالفعل أعجبوا جدا بها ووافقوا بعرضها على رفوفهم، وكان هذا إشارة واضحة على إعجابهم الشديد بتصاميمه وتفردها. وانتقل من تصميم وإنتاج ربطات العنق إلى إطلاق خط لتصميم الأزياء الرجالية الكاملة. مرة أخرى حاز التصاميم على إعجاب أبرز ناقدي الأزياء، الأمر الذي مكنه من الفوز بجائزة كوتي للأزياء. بعد ذلك النص أطلق لورين خطاً لإنتاج البدلات النسائية المحاكاة بأسلوب ما شابه لتصاميم الملابس الرجالية الكلاسيكية. في وقت لاحق من عام 1972 أعلن لورين عن تشكيلة جديدة مكونة من قمصان قطنية ذات أكمام قصيرة ب 24 لوناً مختلفاً، وحمل التصميم شعار الشركة الشهير والذي أصبح العلامة المميزة لها. يمثل الشعار لاعبا على حصانه يمارس رياضة البولو. تعرف تصاميم لورين بتفردها، فهي مزيج من أزياء النبلاء البريطانيين مع جمالية الطبقة الراقية الأمريكية، وتعكس بذات الوقت نظرة لورين الخاصة لعالم الأزياء. تم اختيار لورين لتصميم الزي الرسمي للاعبي الفريق الأمريكي المشارك في البطولات الأولمبية. وفي صيف عام 2012 تمت مهاجمة لورين بعد أن أفادت أخبار بأن الزي الذي قد صممه لورين للفريق تمت صناعته في الصين. إلى جانب عالم الأزياء، دخل لورين المنازل من خلال رولف لورين هوم للأدوات والفرش المنزلي، كما أطلق خطاً لإنتاج العديد من العطور الراقية. اليوم بولو تنتج ملابساً للرجال والنساء والأطفال، وتبيع منتجاتها في مئات المتاجر المنتشرة في أرجاء العالم. وعن حياته الشخصية، تزوج لورين من المدرسة وموظفة الاستقبال سابقاً ريكي آن ليوبير في نيويورك عام 1964، وأنجب الثنائي 3 أطفال أندرو ديفيد وديلان. أطلق رالف لورين سلسلة حقائب اليد الجلدية ريكي المستوحى من زوجته، وهي مصنوعة يدوياً في إيطاليا، ويستغرق صنع الواحدة من 10 إلى 12 ساعة. إنه الثمانيني الأنيق الذي صنع إمبراطورية بأفكاره.